شو جابك؟ خير؟ جاي لقلك اني موافق. خد عثمان لعندك، بس اصحاب الشكوى هلا. وضع مجد مو منيح، ضربوه كثير بالحبس، وعثمان مرضان. شو ليش ما عم تحكي؟ ما بدك تحكي يعني؟ ماشي، بس بلا شروط تانية. ماشي؟ ماشي. وأوعك تتراجع عن وعدك، اتفقنا؟ مستحيل. وعدني. وعد. وانت كمان وعديني. ليش؟ مشان ما تتراجعي عن هذا الاتفاق. وعدت. وقع هون. حلو، يعني بدك تسحب الشكوى. امتى رح تطالعوا لابني؟ مو بهالسهولة رح يطلع. ليش بقى؟ ما وقفت على هي التهمة. ابنك شغل العناصر من دون سبب، ووقف بوجه القانون. كان رح يتسبب بمواجهة مسلحة، وأضرار بأملاك الشرطة. وانتو كمان ما قصرتوا فيه بالمرة. مظبوط كلامي؟ خلينا نسكر هالملف وننسى اللي صار. انت اطلق سراحه وانا رح اعوض خسايركم. اتفقنا؟ ماشي، يسلموا. يعني ايمتى رح تطالعوا لي ابني؟ بعد ساعتين بالكثير. عاوزة شي مني؟ بدي روح. امتى بدك تاخذ عصب؟ لخلص تظبيط البيت. انا ببعث لك خبر.